مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. ازيكوا؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير. تعالوا نقرا فنجاننا ونشوف يا ترى ايه مخبلنا. مخبي حدايق القبة، واللي يرجع تاريخها لسنة 882 هجرية، لما قرر الامير المملوك يشبك الدويدار انه يعمل جامع ويميزه بالقبة بتاعته بعيد عن الدوشة والزحمة، عشان يروح هناك يصلي وينفرد بنفسه ويهدي اعصابه. وبعد الامير يشبك بشوية فضل الناس مميزين الحتة دي بالقبة، وفي وقت من الاوقات سموها قبة العزب نسبة للقبيلة اللي سكنتها، لانها كانت قبيلة من العساكر من طائفة عزبان اللي كانوا بيحرسوا قلعة قايتباي اللي اتكلمنا عنها قبل كده، واللي يحب يشوف الحلقة دي هتظهر له فوق دلوقتي. وفي وقت الحملة الفرنسية قامت معركة عين شمس بين كليبر والجيش العثماني عشان يخمدوا ثورة القاهرة التانية في سهل القبة. وبعد كده في عصر أسرة محمد علي بقت المنطقة دي منطقة مستقلة بذاتها بعد ما كانت تابعة لحي المطرية، وطبعا اتسمت بالقبة نسبة لقبة الأمير يشبك. وبنى إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا قصر في المنطقة دي وغرس فيها بساتين كتير، بس باع القصر بعد كده لابنه مصطفى باشا فاضل، وفضل يتنقل القصر بين أفراد أسرة مصطفى فاضل لحد ما قرر الخديوي إسماعيل يشتري القصر سنة 1869، وبناه من جديد واهتم بالحدائق اللي حواليه كلها وجمع فيها أشهر أنواع النباتات وأندرها في العالم كله، وعشان كده اتسمت المنطقة دي بحدائق القبة نسبة للحدائق اللي حوالين القصر اللي ما فيش زيها ولا في حجمها خالص. ولكن لما كترت الديون على الخديوي اسماعيل قرر يبيع القصر ده، ولكنه ما اتباعش وعاش فيه توفيق والملك فاروق من بعده، وتعرف باسم قصر القبة. ولكن بعد ثورة 1952 اتحول لقصر رئاسي، وتعرفت المنطقة اللي حوالين القصر كلها بسرايا القبة بسبب القصر ده وقصر الطهرة كمان، ده غير الجوامع الأثرية والمهمة زي جامع عين الحياة اللي بنته الأميرة عين الحياة، واللي اتغير اسمه الجامع الشيخ كشك نسبة للداعية الراحل الشيخ عبد الحميد كشك، وكمان جامع كوبري القبة اللي اتبنى سنة 1962 واتشهر باسم جامع جمال عبد الناصر عشان فيه ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ومن أهم معالم المنطقة دي كمان استوديو جلال للتصوير السينمائي، واللي بيعتبر أقدم استوديو تصوير للأفلام السينمائية في مصر. وكمان في قصر ثقافة الريحاني المبني على الطراز الإيطالي سنة 1949، ومن المدارس المهمة والقديمة هناك مدرسة محمود باشا فهمي النقراشي النموذجية، غير البيوت القديمة والأثرية هناك زي بيت حافظ باشا رئيس الديوان الملكي وفتحي زغلول باشا وبيت نصرة باشا. ومن أشهر شوارعها شارع ملك مصر والسودان سابقا، وكان اسمه كده نسبة للملك فاروق اللي كان قصره في آخر الشارع قصر الطهرة، وتحول اسم الشارع بعد كده لشارع مصر والسودان، غير شارع الدويدار اللي تسمى كده نسبة للأمير يشبك الدويدار أول من عمر المنطقة زي ما قلنا. ومن أشهر سكان الحي بقى الملك فاروق والرئيس الراحل محمد نجيب والرئيس الراحل أنور السادات والدكتورة مفيدة عبد الرحمن أول محامية في مصر، ومن الفنانين فريد الأطرش وأسمهان ومحمود شكوكو وأنور وجدي حسن عبدين ونجيب الريحاني. وبس كده خلاص، هتلاقوا المصادر ولينك الفلوج والفيسبوك والإنستجرام والتيك توك تحت الحلقة، واللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا الأعداد اللي جاية، وإلى اللقاء في فنجان جديد من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.